أعلنت بورش أنه الجيل القادم من بورش ماكان رح يكون كهربائي بالكامل، وبالتحديد عام 2025 50% من سياراتها لبورش رح تكون عم تشتغل على الكهرباء. والله وهذا التوجه يعني سامعين عنه إشاعات من زمان، وبورش بدأت حكاية الكهرباء هذه بال 918، والآن المصنع اللي هو هيكون هينتج السيارة المكان جالسين يشتغلوا فيه أنه خلاص يبطل إمكانية تصنيع سيارات ذات المحرك الاحتراق الداخلي. أنا ضد. أنا كمان يعني ما عم بتقبل الفكرة أنا أنه بالمستقبل القريب عم نحكي 10 أو 15 سنة رح يكون كل السيارات اللي عم نشوفها نحن كهربائية. أهم من هيك، نحن بنعرف بورش وين كانت وين صارت من بعد الكيان والمكان. المكان بأول سنة قدموه كان عنده المشكلة لأنه مصنع لايبزيغ ما كان عم يتحمل طلب الزبائن على المكان. طالما عندك سيارة ربحانة مثل ما بيقولوا رايح فيها توتالي على الكهرباء، أنا بشك، أنا بقول رح يكون في كهرباء حسب طلب الزبائن، وأنا بقول محركات الاحتراق العادية رح تبقى كمان موجودة، ومثل ما شفنا بالفترة الأخيرة صغر حجمها مع توربو. القرار هذا يمكن اللي بيأكدوا صدور فكرة التايكن واللي السيارة تكون كهربائية بالكامل 2020، فهذا يمكن الطلب اللي عليه خلاهم ان هم ياخذوا هذا القرار ويبداوا يتوجهوا عليه. ولكن اجين نرجع نقول بورشة من غير محرك احتراق داخلي، انا بالنسبه لي يكون في شك في الموضوع، مش بس احتراق داخلي 36 حتى. نعم. يعني كثير هيدا الناس من صوته بيعرفوا انه هيدي بورشة، هذا رمز البورشة.